هذا البيت؟ هو ده البيت. مالك مخدودة كده ليه؟ يا نهار ابيض، الافضل اللي في الدنيا دي يا بلال، ده بيت العيله واللي جوه دول هيبقوا اهلي. ايوه بس اللي جوه دول برضو يبقوا، اللي جوه دول اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا، وهيبقوا عزوتك انت كمان. ايوه بس هنفضل برضو في الاول وفي الاخر ضرايب. ما عندناش الكلام ده، مفيش عند فوز الصياد الجو ده، كلنا هنا عيله واحده، وهتشوفي بنفسك هيستقبلوك ازاي. مش هحكي، تعالي بصي بنفسك. يلا احلى قفله طبعا. يا حياتي اتفضلي يا عروسة، بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا باللي قدامها سعدي وانا فرحان بيكي واولهم يا اختي انا. مبروك يا كويسه وزي الفل. العصير يا حاج، العصير. لا العصير بقى ده مفيد جدا. ايوه لا ده هيفوقك كده. ايوه ودي بطله كده. اشرب يا حبيبتي بالهنا والشفا. بطله. بالهنا والشفا. هو اللي بالهنا والشفا. هي شربت حاجه تاني يا نهار؟ تاني يا فواز تخلصوا. انهار قدر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا والشفا. يلا بالشفا. ايه اللي ايه جاك قهوه منك ليها؟ يلا كل واحد على اوضته. طيب تصبحوا على خير. من اهل. طب يا حاج لو عوزت اي حاجه ابقى رنيني على الموبيل، هتلاقيني على طول باراشوت. قول بس يا موحى. مش هنعوز، اتهدي بقى يا سميحة. طيب يا حاج ما يلزمش حاجة مننا؟ ما يلزمش. يلا شكرين. أنا بقولك يا حاج البنية شكلها تعبانة قوي، ما تطلع أنت تبات مع العيال وإحنا نقعد هنا نهنلها وندلعها طول الليل وناخد بالها منها. والله أي فكرة. يلا بينا. يلا بينا. ارتاحوا يا حاج. يا حبيبتي. ما تخافيش يا حبيبتي. حلوة. فواز هكبس. يلا الوقت. يلا يلا انت بتفكري. يلا مش يا حاج. راح اعيش معاهم ازاي دول في بيت واحد؟ ازاي؟ ازاي؟ لا 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 لا
اوعي بقى تبوظ فرحتنا عشان شويه هزار. هو ايه ده الهزار؟ طبعا خدي بالك هما اللي موظفين لك الاوضه بذمتك. شفتي حنيه اكتر من كده؟ عرس ونايم كانوا عاملين لي في الاوضه عمل. عمل ايه يا دلال؟ دي ناس تخاف ربنا. لا 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 ما عندناش الكلام ده. البيت اللي فيه قران ما يدخلوش الشيطان. انا مش عارفه ليه حاسه ان جسمي كله بيرتعش وحاسه ان انا متلجه. متلجه؟ دلوقتي التلج يدوب اول ما الحراره تسري والدم يجري والقلب يدوب والروح تطير توصل لسابع سما. شو لك خبرة؟ لسه شفتي حاجة؟ احنا دلوقتي نقوم نصلي ركعتين ونقعد نقرا في المصحف شوية كده هتلاقي نفسك هديتي وصفيتي وبالك ارتاح ونرجع تاني تلاقي الروح طارت في سابع سما. ايه ده؟ خلاص خليكي زي ما انتي ولا اللي هغير لك هدومك. فين هدومك؟ يا لهوي يا لهوي برضك هيغيروا هدومهم؟ استغفر الله العظيم. قولنا بلاش تصنط بقى. حرام نبي تنيلي اسكتي وتكويكسي. كفايه اللي بيحصل جوه. يا رب اخلص منكم انتوا الجوز عشان اعرف اسمع كلمه واحده يا شيخ. خليكي معايا يا انهار. دلوقتي هو كان بيغمزك ليه؟ عشان تحطي لها الحبايه في الكوبايه مش كده؟ لا كان بياخد مني معاه. كنت هتحطيها لها في العصير صح؟ يا اخي جاي ليه يا فرحه خير في كده؟ تحطي الحبايه في الكوبايه؟ لم روحك يا سميحه بدل ما اجيبك من شهر. جرايه انهار. هو انت يا اختي مش قادره على الحماره تقدري على البردعه ولا ايه؟ لا ده انا اللي بردعه اول بردعه. يا جماعه ارحمونا. كفايه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلال دلوله ما تلبسيش قميص النوم ليه؟ دلال ايه الليله السودا دي؟ يا نهار يا سميحه يا هدى. يا سميحه يا هدى. ايه يا اخويا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ايه اللي حصل؟ ايه يا حاج في ايه؟ عملت ايه في البيت يا نهار؟ البيت قطع النفس. يا لهوي انت كنت ماتت؟ انا والله ولا فايق يا بنتي. يخرب بيتك بتسخني يا راجل. يا حاج مالك اعصابك بقت رهيفه خالص. ايه دي نايمه؟ ده منظر واحده نايمه؟ اكونش يا اخويا اديتها حبايه منومه بتاعتي بدل الحبايه اللي بالي بالك؟ اكونش في ليله زي دي يا نهار؟ وماله يا حاج؟ ما انا باكلش كل يوم وعايشه. انهار خلاص يا حاج خلاص. المسامح كريم تتعوض والايام جايه كتير. جاود زي ما نمتيها هتصحيها. يلا يا اخويا يلا. طيب ايديكوا معايا يا شباب. هتعملوا ايه؟ هنفوقها طبعا. عندي حق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده اهو عايزاكي ساحه كامله يمين. حاضر. يا رب تكون يا سندي. خدي فوق يا عروسه. انسي يا امي ده انا باخد الحبايه دي بنام لي اسبوع. انتي حاول تحاول هاتي اهو. يلا بقى يلا يا امي. فوقي انتي وسعتي انتي بتعملي ايه؟ يلا يا حب. لسه يا لهوي ده بس تصحي يخرب بيتك هيموتني. فوقي عمل زي ما انتي بتعملي كده وبذل المجهود ده هنبقى في حته تانيه خالص.
أصل مصر دي حاجة تانية خالص، غير كل الكلام اللي بيتقال والأفكار اللي بتتنشر. مصر دي بلد غريبة، جنونها في عظمتها وعظمتها في طاقتها اللي تشيبك وتخليك تلف حوالين نفسك، وما تملكش حاجة غير إنك تحبها وتعشقها. أنت عشان تعرف شخصية مصر كويس لازم تقرأ شخصية مصر لجمال حمدان. هتلاقي نفسك مش بس بتحبها، هتلاقي نفسك بتعشقها وبتتجنن بيها وبتتحول لواحد من اللي انكوب نارها عشان يحب نارها. ايه يا فواز، انت نمت ولا ايه؟ لا 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 خالص، ازاي بقى انام؟ معقوله ده كلام كبير، كلام موزون يعني. اه بس طالما بما يرضي الله قولي براحتك. يا خبر ايه ده، انا هتاخر على المعرض. يلا هشوفك بعدين. كملي يا نعم. انا مبسوط قوي. انت كده هتاخرني قوي. يلا سلام. حتى في لبنان؟ حتى في لبنان يا فواز؟ ماشي باي. اه فرصة تكوي شعرك. سبحان الله، بنت مفكرة، مفكرة، كل كلامها موزون. ستك شخصية الكتاب اللي قالته ده حكاية، مع ألف سلامة. وحشتني، وحشتني قوي يا بابا. وانتي اكتر يا روح قلبي. بس ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ده انتي حتى لسه فاضل لك يومين على ميعاد وصولك. بصراحه ما قدرتش، حسيت اني محتاجه ارجع، اعتذرت للناس هناك وجيت على طول. اه لكن السفريه دي يظهر بقى فيها حكايات. ما تستعجلش يا بابا، ما انا اكيد هقول لك. يا ترى حاجه لطيفه ولا؟ والله مش عارفه. يعني ايه بقى؟ يعني بجد مش عارفه. امال ليه انا ما قدرتش اقعد هناك؟ اول ما حسيت اني محتاره قلت اجي اقعد في وسطك. ده يظهر ان الحكايه جامده قوي. ما قلت لك ما تستعجلش يا سياده المستشار. ايه ده، امال البيت ساكت ليه؟ فين الاخت الزنانه اللي اسمها نور؟ تصدق البيت دي وحشاني قوي. اسكتي، دي كانت هتتجنن عليكي طول النهار، وجوزها قد كده وماشيه طول النهار تبرطه. ليه كل ده يا ستي؟ عندها ماتش ومش متفائله ان انت مش موجوده. ده ايه الحظ ده؟ ده انا كمان ما بحبش افوت لها ماتش. بقول لك ايه، لسه في وقت، ما تيجي نعملها. والله فكره، نلحق. اه بس هقول لك حاجه، انا مش هسيبك غير لما تحكي لي كل حاجه بالتفاصيل. ماشي يا بابا ماشي. يتجوزك انت؟ ايوه يا ستي، طلب مني الجواز. جواز ايه؟ هو لحق يشوفك ولا انت حتى لحقتي تعرفيه؟ وبعدين هو مستعجل قوي ليه كده؟
استني يا نور، انا عايز اسمع كلام اختك للاخر. مفيش اول ولا اخر يا بابا، انا لقيته فجاه بيطلب مني الجواز بشكل مباشر وصريح. وانت قلتي له ايه؟ سكت وما قلتش حاجه خالص. يعني ايه سكتي دي يا كمال؟ يا نور عايز اسمع كلام اختك. ماشي اديني سكت اهو. كملي يا كمال. مفيش، اتلخبطت وضربت لحمه ولقيت نفسي بقوله يلا نمشي فورا من هنا، وفي الطريق حاول يجرني في الكلام بكذا طريقه، بس انا بصراحه ما عرفتش اقول حاجه خالص، وفي الاخر قلت له انا محتاجه وقت افكر. تفكري في ايه؟ هتتجوزي واحد بيلبس جلابيه؟ يا نور سيبينا لوحدينا شويه. ماشي يا بابا، انا قايمه اغير هدومي. اوكي جلابيه. ادينا يا ست بينا لوحدينا عشان تتكلمي على راحتك. قولي بقى كل اللي انت عايزاه، انا سامعك في الاخر. يا بابا انا مش محتاجه اتكلم، على قد ما انا محتاجه اسمع. حبيبتي في الاحوال اللي زي دي انا اسمع الاول وبعدين اتكلم. بس انا ما عنديش اي حاجه اقولها اكتر من اللي انا قلته لك. كملي يا حبيبتي، دي حياتك وده مستقبلك، وانا ما تعودتش افرض عليكي حاجه او حتى على اختك الصغيره، وانت قدرتي المسؤوليه دي، وانا بثق فيكي وفي عقلك وفي تقديرك للامور. اما بالنسبه لفواز الصياد، انا ما شفتش منه غير موقف ايجابي لراجل شرقي لما وقف معاكي وانا تعبان في المستشفى. صحيح ممكن يكون في مزايا تتمناها بنات كتير، بس مش انتي. اخصى عليك يا حاج، اخيرا سمعتني صوتك، ده انا كنت هتجنن عليك. لا ده ليه، دي كويسه الحمد لله، وكلنا كنا معاها في المستشفى لحد لما الدكتور طمنا عليها. تروح لها؟ انت في مصر؟ يا الف مليون حمد لله على السلامه يا حاج. العيل كويس الحمد لله، هو الدكتور كان طمنا عليه. نعم؟ الو الو، انت بتضحكي عليا ولا ايه يا قرشه انت؟ قبل السكه في وشك صح؟ صح. طب خلي من وشي بدل ما اطلع عليك القديم والجديد. وهخبي عليك ليه يا بابا؟ أنا بجد مش حاسة بأكتر من اللي قلته لحضرتك. فواز الصياد ده مش شخص عادي، ده مجموعة استثمارية متكاملة محطوطة في عقل بني آدم واحد. وطبعا أكيد أي خطوة بيخطيها بيعمل لها ألف حساب وحساب. أوعى تفتكري إن حكاية جوازه منك أو طلب جوازه منك ده جه فجأة. لا، ده هو مسافر معاكي ومقرر القرار ده. ومن ذكائه إنه ما فتحكيش في الموضوع غير في اللحظة اللي حاسة إن ممكن توافقي فيها. أيوه بس أنا لسه ما وافقتش. ايوه بس انت قلتي انك متلخبطه. اللي انا مش قادره افهمه يا بابا، ليه حضرتك بتقولي ان فواز ما ينفعنيش انا بالذات؟ لانك انت من عالم وهو من عالم تاني خالص. انت عارفه انتوا عاملين زي ايه؟ زي خطين سكه حديد ممكن يمشوا جنب بعض كويس قوي، لكن لو اتقابلوا من غير حساب طبعا هتبقى كارثه. انت ليه بتخوفني كده يا بابا؟ قولي ان انت مش موافق وانا هحترم وجهه نظر حضرتك. انا مش عايزك تحترميها بس كده، انا عايزك تفكري فيها. أنا مش فاهمة. يعني أنا زي ما قلتلك، أنتوا شخصين مختلفين، ويمكن الاختلاف ده ممكن يكون هو عنصر الجذب، ويمكن برضو يكون لأ. عشان كده أنا عايزك تفكري كويس أوي، هل أنت قد الاختلاف ده ولا لأ؟ سميحة ولا أنهار ولا دلال ولا هدى؟ طب عندنا سميحه وعندنا انهار وعندنا دلال وعندنا هدى. سميحه شرانيه، لا هتجرسني في كل حته فيك يا بلد. لا انهار بنت عمي، بنت عمي. دلال حرام، دلال حرام حرام بعد اللي شافته ده، دي البنت اتبهدلت. يعني هدى اللي تنفع؟ ده اقرب واحده لربنا، ولو خبطت لي دعوه هتجيب لي الارض. لا اله الا الله يا ربي، لا اله الا الله. اعمل ايه في الحيره دي؟ هات من الاول. سميحه يا اهلا يا حاج، يا الف مرحب يا حاج.
خلاص يا زين خلاص يا تغني. سلامتك من الآية يا اخويا. اللي حصل ده حصل ازاي؟ والله يا حاج ما اعرف حصل ازاي. انا سمعت صوت الست دلال، جريت لقيتها مرميه على الارض، وانا صحيت من النوم مخضوضه على صوتها، وانا جريت يا اخويا على ملا وشي، كنت حكافي واقع. اكيد دخلوا من البلكونه اللي على الجنينه. حد شاف وشهم؟ ابدا يا حاج، احنا خرجنا من هنا وهم ايه، فص ملح ودب او النعمه الشريفه يا حاج، زي ما يكونوا لابسين طاقيه لخفه، جريوا ور ما حد شاف وشهم. بعدين احنا يا حاج كنا ملهيين بالست دلال، ما لحقناش نشوف وش حد فيهم. وحياه امهم، وحياه امهم هيفلتوا من ايدي. بس اسكيوز مي برضك يا حاج، احنا بصراحه كده كان لازم نبلغ الشرطه، وهي برضو تيجي تعمل الواجب. شرطه دي الله يخرب بيتك، انت عايزه تفضحينا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله انها جت على قد كده، الحمد لله. اهم حاجه ان العيال ما حسوش بحاجه. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، كانوا في سبع نومه. انا هقوم اعمل لك لقمه حلوه كده ترم بيها عظمك، تلاقي معدتك نشفت من اكل لبنان. شي ملوخيه بورقها، وشي منكوش، وشي فنوش. منكوشي هو النعمه الشريفه صدقه يا انهار يا اختي، تحسي كده ان اكلهم كله نواشف، ما فيهوش لحم كده، مش متغذي وطري زي اكلنا كده، كله دسم وبخيره. يا بنتي يا هبله، مش بيقولوا البلد يوكل؟ ايه حلقه السمنه اللي انا قاعد فيها دي؟ خلصتوا الوصله؟ خلصتوا؟ بتبيعوا سمنه في القعده؟ هدى فين؟ فين؟ فين هدى؟ هدى فين؟ هدى ما تنطقي انت وهي، هدى فين؟ في الواقع هدى سابت البيت، طفشت. نعم يا اختي، سابت ايه يا نهار؟ هي هدى لمت هدومها وقامت حطاهم في شنط، وقامت لافحه عيالها وقالت تروح تقعد عند امها يومين تريح، طفشت. انتوا شاربين حاجه على الميسه انت وهي ولا ايه؟ يا نعمه الشريفه يا حاج، اسمع بس مني، اسمع مني. انا قلت لها بلاش يا هدى، عيب يا هدى، الحاج لو عرف ان انت ماشيه وسايبه البيت هيرميكي في الشارع رميتك. كلام عليكي؟ لا لا يا سميحه، سيبيني يا اختي، انا مخنوقه، مش طايقه نفسي ومش طايقه البيت، كتكم القرف. يخرب بيتك بوتاجاز يا اختي، بالراحه شويه، مش للدرجات دي برضه. هدى كان يا نهار، هو مش ده اللي حصل؟ الله، في ايه؟ البنت فين؟ هي كان بيجي لها كوابيس يا حاج، كان بيجي لها هي كوابيس، وكانت نفسيا تعبان، وبعدين هي لما خدت عيالها وراحت لامها قالت ترتاح نفسيا شويه وتيجي. يعني طفشت يا نهار، طفشت يا نهار. خد مني، انا قلت لك يا اخويا ليلتها سودة وليلتكوا اسود. طب انت رايح فين الوقت؟ اطين عليها عشتها هي واللي خلفوها. عجبك كده يا حقنة؟ يلا خلي الزحمة تخف شوية، ده حتى الجو حر. عقبالك. عقرب عقرمة لسانك يا حرباية. بس ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين اللي بيخبط؟ انا فواز. خطوة عزيزة يا حاج، اتفضل. اهو يا ميزان الدنيا تعوج، يا ربنا بيدينا علامات يوم القيامة. عملتك ملهاش تفسير غير كده. طب اقعد يا حاج وانا فاهمك. هتفهميني ايه؟ انت يا هدى؟ العمر ما خطر على بالي انك تعملي عاملة زي دي. انا ما مشيتش بمزاجي يا حاج. انا مشيت عشان تعبت. عشان مش كل ساعة هموت في جلدي من الخوف. عشان الوضع كله كان غلط. ايه التخريف ده؟ انت بتقولي ايه يا هدى؟ بقول اللي محشور في زوري من سنين، واللي خلاص ما بقتش قادره استحمله. فواز انا تعبت، انا بموت مع كل جوازه بتتجوزها، وكل مره اقول لنفسي عقال يا بت وتطمني، فواز ما بيطلقش اللي مخلفه منه.
خلاص ادينا بين اربعه، وانت يا حاج ما بتستحملش تعيش من غير الاوضه الفاضيه بتاعت الرابعه، يبقى الدور على مين؟ مش معقول هتبقى لي لسه حتى بطنها ما كبرتش. الدور على مين يا حاج؟ اللي سلمت ودنها لابليس عشان يخرب عليها. انت عشتي عمرك معايا وسلم عمرك لله، وعشتي متصانه فوق الراس وجوه العين يا ودا، انما يوم ما تضعفي ويوم ما تسلمي ودنك لشطارك هيختار لك الدور اللي انت كنت خايفه منه. مظبوط يا حاج، بدل ما انا كل يوم بموت وانا مستنيه تنفيذ حكم الاعدام، بطلب منك رصاصة الرحمة ليك وليا، وارحمك من وزري يا حاج. قولها يا حاج، قولها. الولاد هيفضلوا في البيت مع نهار، تقدري تيجي تشوفيهم في اي وقت، تقعدي معاهم المده اللي انت عايزاها. وانا هستنى ورقتي يا حاج. شماعة جديدة رمى عليها أخطاءه، هو كان مزنوق، هدى بقى حلتها بسذاجة وطيبة، هي عملت اللي حست بيه بس ما عملتش حساب النتيجة، هي كانت فاكرة إنها بالشكل ده هتصعب عليه ومش هيضحي بيها، يعني هي رميت له الطعم، هو أصطادها بيه. ولحد إمتى؟ لحد امتى هنفضل نرمي الطعم وهو اللي بيصطاد؟ اوعى تفتكر انها غيره نسوان، انا خلاص نسيت الحاجات دي، انا الود ودي اخليه اسعد انسان في الدنيا معايا ولا مع غيري. بس وبعدين لحد امتى؟ هو بنتي بني ادم خطاء، ما هوش شيطان برضه. معاش اللي يقول عليه كده، انا حتى لما بيقول ان هو عاوز يتجوز بقول له ماله يا اخوي، حقك، مش ده شرع ربنا. بس لحد امتى؟ كل اول وله اخر يا بنتي. انا خايفه عليه وقلبي مقبوض معرفش ليه. المهم خليكي جنبه يا نهار عشان خاطري خليكي جنبه، هو لو استغنى عن الدنيا كلها مش هيستغنى عنك انت ابدا ابدا يا نهار. طب وبعدين؟ ولا قبلين، انا بصراحه ما بحبش اسلوب الضغط على اعصابي ده، انا من حقي ان انا افكر براحتي عشان اخد قرار صح وما ندمش. وبعدين بقول لك ايه يا ندى، ما تغيري الموضوع ده وخلينا في شغلنا احسن. الموضوع ده انت اللي فتحتيه مش انا. يا ستي انا اسفه، انا غلطه، انا حقك عليا. مالك يا كمالي، انا اول مره اشوفك مرتبكه كده. انا مش مرتبكه خالص، عادي جدا، بس انتوا فجاه كلكم حولتوا الموضوع لسر جوايا عايزين تكتشفوه، والموضوع مش كده خالص. انا بس قلت لكم على خبر وبحاول اجمع اراء عشان ياخد قرار صح وما ندمش يعني. وبعدين في النهايه انا مش هتجوز حد وارتبط بيه غير وانا متاكده تماما اني بحبه وحاسه بيه. ما هو ده اللي انا سالتك فيه. وانا لسه مش عارفه، مشاعري لسه مش مستقره. بس على كلامك ان هو مستعجل. هو يستعجل براحته وانا افكر براحتي. سالتي عليه؟ عرفتي عنه اي حاجه؟ يا ده انت قديمه قوي يا ندى، انت بتفكري ليه زي بتوع الخمسينات؟ انا قلت لك اللي يهمني البني ادم بس، انا لا ليا دعوه ولا باصله ولا فصله ولا فلوسه ولا عيلته ولا الكلام ده كله، فهمتي؟ يلا يا حياه اتهمي شويه، اخوك يكلمني وسبقنا على المديرين.
معقوله يابا يكونوا جابوها؟ طبعا لازم ما بتلعبش، وبعدين ما تنسيش انت اختي مين. ربنا يخليك يا فواز ليا يا رب. امال فين علي؟ ما جاش معاكي ليه؟ لا ما انت ما كلمتني كان هو نزل، ما رضيتش اقول له بقى مش ناقصه دوشته هو كمان. طب يلا مش مهم، يلا بينا عشان ما نتاخرش على اخوك. يلا همي. صباح الورد، هتجوز انت فواز ده مجنون. شربات يا استاذ. شكرا يا عم فؤاد. احنا لقيناها راكبه ميكروباص ورايحه بلد الياف ومعاها لفه فيها فلوس كتيره. الكمين شك فيها، ولما اتحرى عنها لا اوصفها مطابقة اللي انتوا قلتوه بالظبط. دلوقتي نشوف اذا كانت هي ولا مش هي. لا يا فندم. هات البنت اللي عندك بره. لو طلعت هي فامسكي نفسك، مش عايزين جيرانه ابدا. سيبني بقى يا فواز في اللي انا فيه. بس بقى الله. يا بنت الحراميه. يا احنا قلنا ايه؟ انت متاكده انها هي؟ طبعا يا باشا. هو انا يعني هتوه عنها؟ وليه يا سماح؟ الفلوس اللي ايوها معاك بتاعتك؟ ايوه بتاعتي يا سعاده الباشا. بتاعتك منين يا حراميه؟ بتاعتك منين؟ هاتي بقى. وجبتيها منين؟ جبتها من جوزي. وانت متجوزه؟ ايوه متجوزه. دي الورقه اللي اداها لنا المأذون عقبال ما يطلع الاسير. تلاقيها ورقه مضروبه من الحكايات المضروبه اللي كانت بتحكيها لي بقى. انا يا بنت تعملي فيا كده؟ انا والله لو اوريكي، والله لو اوريكي. قلت ايه؟ ما بلاش جيران بقى. ومين بقى اللي انت متجوزاه؟ اسمه عندك يا سعاده الباشا. اسم الزوج علي السيد عبد الهادي. مين؟ علي. جوزي. وجوزنا كمان على سنة الله ورسوله. حياة بنتي، حياة. فواز رابطنا في ساقية ومغمي عينينا، سايبنا ندور فيها ومحدش فينا لاقي له منها مخرج. أول مرة أشوفك بتتكلمي بالطريقة دي. تصعبان عليا قوي يا بنتي. مش عارفة أعمل لك. تعبت يابا. تعبت وما بقتش قادرة أتحمل أكتر من كده. حاسة إني بعجز قبل الأوان. كل يوم بيعدي عليا بيخوفني اكتر من اللي قبله. ابو قال لي خليكي جنبه، هو لو استغنى عن الدنيا كلها عمره ما هيستغنى عنك. بس انا بقيت متاكده انه يقدر يستغنى عن اي حد. انا ياما حذرتك ما سمعتيش كلامي. وبعدين ليه يعني؟ انت عمرك ما قصرتي معاه في حاجه. ولا هدى قصرت. غلطت غلطه صغيره رماها في الشارع وعيالها بقت في رقبتي انا. انت شايله كل ده في قلبك وساكته، واخرت ده كله ايه؟ اخرتها زي اولها يوم. كل ما حصل معاهم هما رجاله كده، ما يملاش عينهم الا التراب. حتى اخته اهي ما سلمتش من اذى جوزها. هي عامله ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ من ساعتها وهي قاعده في اوضتها يا دوبك الاكل يدخل لها تاكل بالتيله، ومطلعه همها كله في عيالها. هو جوزها لسه ما ظهرش؟ الحاج منعم بيدور عليه في كل حته مش لاقيه.
هي جوه؟ ايوه جوه، قاعده لوحدها عماله تساح دموع، كل شويه ادخل عليها علشان اطمن ما بتنطقش. انا هدخل اقعد معاها شويه جوه حوسيها. والنبي يا بنتي انت اللي محتاجه حد يواسيكي. مش بقول لك ساقيه يا امه، نصيب. انا خلاص فاض بيا وزهقت من العيشه الهباب دي، بقيتش عارفه اعمل ايه. ايه يا بت ده؟ انت بتدخلي سجاير؟ اعمل ايه؟ من الهم اللي انا فيه اي حاجه اطلع فيها غلبي وخلاص. يا جحده، ومش خايفه على اللي في بطنك؟ اللي في بطني يا ريت اخلص منه وارتاح عشان الكل يرتاح. ما هي مرات خالك القرشانه هي السبب كله منها. خالي ومرات خالي طمعانين في كل حاجه، ده من ناحيه، والناحيه الثانيه ابوكي اللي اتغير معايا وما بقاش زي عوايده، وانا خلاص روحي بقت في مناخيري وما بقتش عارفه اعمل ايه، وكل ده عشان اللي في بطني اللي لسه ما طلعش للدنيا. ومين سمعك يا بنتي يا نعمه؟ انا كمان معبيه قد كده وهطق من جنابي. حتى الكلمتين الحلوين اللي كان بيقولهم فواز بقى مستكترهم عليا، بقوم تقال على قلبه قوي. انا مش عارفه ايه اللي جراله يا بنت نعمه، ما بقاش طايق ولا واحده فينا. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك ايه، ما تجيبي سجاره. ومش خايفة الحاج فواز لا يشمك؟ اختي عودي، هو بيقرب لي لما هيشمني. هاتك خيبة، هاتي هاتي هاتي، خلينا نفخ، هطلع غلبي، هطق، هموت. أيوة أيوة يا معلم، إيه ما تخانة ده كله؟ كلام في سرك؟ زمان لما كنت ببقى مخنوقة شوية كنت بروح أسرق من جيب أبويا سجارتين تلاتة، أقعد أنفخ فيهم كده علشان أفك على نفسي. ده أنت طلعت خبرة بقى وأنا مش عارف. بقولك يا نعمة، ما تشغلنا شوية مزيك. حبيت نقوم نرقص ونعيش شويه، نفتكر يا اختي انوثتنا بدل ما ننساها. يا سلام بس كده من عينيا الاتنين. يا ما كان نفسي ادلع ابوكي، بس الظاهر كده ان هو خلاص استكفى. انا ممكن اعمل. ايوه ايوه يا معلم، فين بقى الحاج فواز يجي يشوفك وانت بترقصي؟ اللي يعرف ابويا يبقى يروح يقول له. انا ممكن اعمل واسوي فيك والسهرات بعزف ليالي، لكن اللي مصبرني عليك بتصعب عليا تشوفك. يا بنت قومي قومي ارقصي قومي. بتصعب عليا بس بالراحه يا بنت، ورقي كده على خفيف عشان العيل اللي في بطنك. عاوزاني اعمل ايه؟ انهار اقوم اتحزن واقول جوزي اتجوز عليا؟ انا ساكته وحاطه في نفسي لحد ما اشوف لي صرفه معاه. انا ما قلتش كده، بس عيالك دلوقتي محتاجين لك اكتر من الاول. وهو ما عرفش كده ليه؟ ما فكرش فيهم ليه؟ ما تعمليش في نفسك كده. حسني ايه انا يا نهار؟ فيها ايه زيادة عني؟ انا يتجوز عليا؟ ومين؟ خدامة لمتها من الشارع؟ بس ورحمة أمي، ورحمة أمي ما هسيبه يتهنى معاها ليلة واحدة، ورحمة أمي للففه حوالين نفسه. والنبي ما تعملي في نفسك كده، خلي بالك من روحك يا هبلة،
لو جرالك حاجه محدش هينفعك، عيالك محتاجين لك وهو هيرجع، هيفوق ويرجع. يفوق من ايه؟ خلاص خلاص يا انهار، هتجوز عملها واتجوز. انت يا اختي فاكراني هفضل على ذمته بعد ما باعني؟ ليه؟ ماليش اهل؟ ما عنديش كرامه؟ معلقني من على ناصية حارة؟ لا لا يا نهار، الست اللي تتنازل عن حقوقها تستاهل كل اللي يجرالها، واللي ترضى بدرها تبقى معيوبه و... كملي كملي. سامحيني يا اختي، والله ما اقصد. ولا يهمك، انت ما غلطتيش. انا محروقه يا انهار، قلبي وجعني اوي، مش داريه باللي بقوله. حاسه بيكي في السوق، في المحل، ان شاء الله حتى في المول، بس ابقى بره البيت يا حاج. يا بنتي هنعمل ايه بس؟ جوزك مزرجب. يابا علي طيب، لو انت ضغطت عليه هيوافق. حتى لو وافق هيوافق وهو متضرر. هتهلو بطريقتك يا حاج، هو انت يعني هتغلب؟ والنبي والنبي ما تعمل زي فواز، ميلت عليه وخلي بيا. مالكيش دعوه باخوكي، كفايه اللي هو فيه. ليه ماله؟ خير؟ مراته الجديده يا ستي حامل. يا لهوي، يعني كده يابا لبس الاربعه وقفل اوضه المسافرين للابد. يا لهوي عليك يا فواز، ربنا يهديك ويهدي علي يا رب. ويهديك انت كمان يا بنت الصياد. حضرتك في ميعاد مع الاستاذ مروان الساعه 9، وميعاد في المول الساعه 11، وميعاد مع بس بقى. انت ايه؟ راديو اتفتح؟ بقول لك بالراحه، مش عارف استوعب ازاي كل ده. انا شايفاني مكنه؟ انا اسفه يا حاج، انا بس بقول لك. ما تقوليليش حاجه، اسكتي خالص. شايفاني مصدع ومش طايق نفسي وبرضه بتقول؟ وسيادتك متعود تعرف مواعيدك. الغي كل المواعيد النهارده، ايه رايك بقى؟ مش طايق اشوف بني ادمين، مش عايز خلق ناس قدامي. يلا اتكل على الله. حاضر حاضر. اندهيليش حياتك وذاكي. ازيك يا حاج؟ كويس انك هنا عشان عايزك. صفوت، انا ما فيهاش دماغ لاي حاجه دلوقتي. اه بس دي شويه حاجات مستعجله كده عشان المدرسه. لا اله الا الله، عشان خاطري يا صفوت بقى بلاش النهارده، خليها يوم تاني. مش عارفه ايه اللي جراله، ده عمره ما عملها. هناء، هو الحاج جوه؟ لسه كنت هكلمك، عايزك. ايه الحكايه؟ هو جوه مغيم ولا ايه؟ ده رعد وبرق وعواصف، ما احتمال رفد. خلاص تلاتيها نوى تتريخ مقاوي، ربنا يستر. شحاتة، أنا مش عايز وش النهاردة، أنا دماغي مقلوبة. ليه يا حاج كفالة الشر؟ في حد يزعلك؟ يا عم محدش زعلني، بقول لك دماغي مقلوبة، مش عايز وش. حاضر حاجة. وادي المخروب، اقفله كمان. أنا مش عايز حد يوصل لي النهاردة. طب ليه يا حاج؟ فهمني طيب. يا سيدي أنت مالك؟ أنت ما بتفهمش، وقت كلكم عليا النهاردة. حقك عليا يا حاج، خلاص. اسمع، تروح على البيت تعمل اللي أقول لك عليه بالحرف. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، خير يا سي زكي؟ ده الشيك بتاع الجمعية اللي عايز يتغير يا حاج. وانا ناقص يا ابني، انا فاضي، مش لسه بقول لك يا شحات انا دماغي مقلوبة. حاضر يا حاج، حاضر. خلاص يا حاج نأجله. هو في ايه؟ تعالى تعالى، ده تبرع، حاجة لله. استغفر الله العظيم يا رب. في زيارة لازم تترد.
استاذ فواز، حضرتك عرفت عنوان مكتبي الخاص ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، البدايه والنهايه. الكتاب ده هنا؟ معقوله انت بتقري في الكتب دي؟ لا دي منظر بس. لا ما اقصدش. لا لا اتفضل اقعد. اتفضل. لا اصل الكتاب ده خدي بالك، خلي بالك الكتاب ده صعب جدا. على كده بقى واضح ان حضرتك قريته. قريته؟ ده انا قريته وحافظه وفاهم كلمه كلمه فيه كمان. مش مهم تحفظ كل كلمه في الكتاب، هيبه الكتب اللي فيها، واهم حاجه في القرايه ما بين السطور. ايه ده؟ وانت حد قالك اني بفك الخط ولا جاهل؟ بقولك انا عندي المجموعه كلها، كلها لعلمك، وقاريها وحافظها وفاهمها. خدي. والله العظيم الشيك بتاعك اهو. واضح ان حضرتك متواضعه جدا يا استاذ فواز، جايب الشيك بنفسك مع انك كنت ممكن تبعت السواق او اي حد من اللي شغالين عندك، واعتقد انهم كتير قوي. وانت كل ما هتشوفي خلقيتي تعطمي فيا، انت جاي تربيني يا ابله ولا ايه؟ ما تجيبي عصايه احسن وتضربيني على ظهر ايدي. انا اسفه يا استاذ فواز، اتفضل الشيك بتاعك اهو، ممكن توديه بنفسك لمقر الجمعيه، دي مش شغلتي انا، وبعدين لو عايزني اوصلك لحد هناك انا مستعده، ما عنديش مانع. ولا هنا ولا هناك، ايه التناقه كلمتوا فيها دي؟ انا حاسس انكم انتوا اللي بتبرعوا لي. انا جاي انفعكم. انا لما بيدخل في محل عندي من محلاتي اي زبون. زبون؟ اه زبون. ماله الزبون؟ حلو الزبون ودايما على حق. انا الزبون ده اشيله على راسي من فوق. ليه؟ 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 اقول لك ليه؟ عشان ما يطفش. انتوا هنا بقى بتطفشوا، مش عارفين تربوا زبون. بس احنا مش محل اكل عيش هنا يا استاذ فواز. للاسف انت قطعت رزقك بيه. وادي الشيك اهو. ماشي، انا سحبت الاتفاق بتاعي مع الجمعيه. لا يا استاذ فواز، احنا جمعيه محترمه ومش هنقف على تبرعك ولا تبرع اي حد غيرك. احنا جمعيه بتدافع على حقوق الناس وتنور لهم طريقهم وتوريهم ياخدوا حقوقهم ازاي. ما تعمليش فيها بس كده لاخت ام خلق داير، اهدي شويه على نفسك. ولعلمك لو حاسه انه كنز، كنز نبيل وقالب وحطيه فيه هيوسع ويعرض ويبقى زي الفل. هو ايه ده؟ خلقك خلقك اهدي شويه علي. انت خارج ولا ايه؟ مش جديدة يعني، ما انا كتير قوي بنزل بالليل. هو انت مش ملاحظ انك مزودها حبتين يا علي؟ ده انا اللي مزودها عشان هنزل اروح على القهوة اقعد ساعتين، ابقى انا اللي مزودها؟ وسعادتك لا بتزودي ولا بتنقصي، ماشية على الصراط المستقيم، واخدة بالك من بيتك ومن عيالك ومن جوزك، مش مخلينا محتاجين أي حاجة. إيه الكلام ده يا علي؟ أنت بتتلكك لي ولا إيه؟ أنا مش محتاجة أتلكك عشان أتكلم معاكي. أنا أتكلم وأقول اللي أنا عاوزه في الوقت اللي أنا عاوزه. وطي صوتك العيال تصحى. أنت اللي لازم تفوقي. ليه يعني؟ وأنا عملت إيه لكل ده؟ ولا أنت اللي واقف لي على الوحدة والسلام؟ كل ده كان ليه؟ عشان رحت لأبويا ساعة الظهر؟ في نفس الوقت اللي أنا برجع فيه البيت أرتاح وأتغدى. كنت مضطرة يا علي، كنت مضطرة. أبويا بعت لي وكان لازم أروح. راحتك يا هاني، اعملي ما بدالك. لكن عاوز أقول لك على حاجة مهمة أوي، أنا شخصياً زهقت. هو مش متغير معاك أنت لوحدك، متغير معانا كلنا، ودي اكيد سحابه وهتعدي. دلوقتي بس انا فهمت انت ليه قلتي لي ما تشربيش العصير يوميا. انا قلبي كان حاسس ان بيتحط لي فيه حاجه، والنعمه قلبي كان حاسس يا انهار. يا اختي ما تترحميش قوي كده، احسن حد يسمع. وانسي الموضوع ده خالص، انسي اللي انا قلتهولك، وانسي موضوع العصير احسن يعرف توديني في داهيه. بس اللي عايزه افهمه، لما هو مش عايز يخلف تاني كان يتجوزني ليه؟ دي حاجه غريبه قوي، هو بني ادم غريب. يعني لو كان هو طبيعي يا اختي ولا احنا عاقلين كنا وافقنا باللي هو بيعمله معانا ده؟ كنا وافقنا ان كل واحده تقعد متقطعه طول الليل وهو نايم في حضن واحده تانيه؟ ولا هنبقى مبسوطين واحنا بنتصف كل يوم كده ونشوف يا ترى هتبقى ليله مين فينا؟ يا بنتي ده نصيب، صدقيني النصيب وما فيش منه مفر. خايفه قوي يا نهار، خايفه قوي للحاج يأذيني الفتره اللي جايه دي. اوعي اسمعك تقولي كده تاني، الحاج عمره ما اذى حد،
ولو حتى على رقبته، وكل حاجة بيعملها بما يرضي الله. انت بتحبي حب يا عمر، يا لهوي عليكي. هو انا ايه يا اختي اللي هيصبرني غير الحب؟ اصل هو اول ما بيدخل عليا بوش المنور ده وطليته البهية وضحكته العسل دي، ببقى عاملة زي العيلة الصغيرة اللي لابسة فستان العيد، بنساله كل حاجة وحشة، ما بفتكرلوش غير الحلو. اللي انا فيه رؤيه يا ستي، قومي احنا في مصيبه. قومي. مصيبه ايه يا ولية؟ تعالي. في ايه؟ وريني يخرب بيتك. في ايه؟ في ايه يا ناس؟ في ايه؟ اه يا ايدياني يا متعوره بالقوياني، يا حلوه يا سميحه يا متعوره ياني. يا ستي وليكي نفس تبصي في المرايه ولا هتلاقي قلبي يهوهو عليكي بعد كده؟ اقعدي يا ستي وبصي في المرايه وسيبك من اللي بيحصل بره. هو ايه اللي بيحصل بره؟ ولا حاجة. مش الحاج بعت شحاتة يلم له هدومه؟ يا ستي يا لهوي يا خرابي، ما كانش يومك يا اخويا. انا بس سايب نفسي هناك ورايح على بيتي يا حاج. ايه اللي انت بتطلع على حاجة؟ انت ايه؟ فاول على حاجة؟ يا عيالي يا اللي جاية من بعدك يا شكلك انت يا ابن الهرمه اللي فقعتني لهندي، مع انها مش طالبك خالص النهارده، بس كان لازم اني اكسر سمك، انا مش ناقصك. نعم فواز، انت بقالك ساعه قاعد عملت بحلق فيا من غير اي صوت، انت جاي تصورني ولا حاجه؟ اصلهم بيقولوا لي انك مش عايز تيجي العوامه بسببي. لا انا قلت مش عايز يبقى دمي تقيل على قلب اي حد. حد مين يا ابو سبتي؟ انا دخت السبع لغات عشان اعرف اجي لك هنا، تقوم تقابلني بالرزاله دي؟ فك بقى. المهم تشرب ايه؟ ولا حاجه. لا لا لا، الناس هنا نظيفه وبيغسلوا الكوبايات، ولو قلقان ممكن اجيب لك كنزايه مقفوله او عصير. ايه الجو الرزله؟ ايه الرزاله والسبعيه دي؟ مش حل ما انتش عارف انا منين واصلي ايه؟ ملهاش لازمه فريد الدخله والسكه دي؟ والله ما ليها لازمه. يا ريت عايز تفهمني ان انت جاي عشاني. بص حواليك يا فريد على القهوه في المنطقه، اعرف حد غيرك انا؟ أنا فاهم كويس أوي، أنت عايز تبقى الكبير الأصيل أبو قلب طيب قدام الناس كلها، مش كده برضه يا حاج فواز؟ مش هتجر معاك للسكة دي، أنا عارف أنت بتحب الرزالة والزقية والمسقعة كده، أنا عارف، مش هتجر معاك فيها. أنا هنا يا فريد عشان إحنا أصحاب وإخوات، وفي بينا عشرة سنين عيش وملح من قديم من زمان، واللي بيني وبينك أكبر من الهبل اللي أنت بتعمله ده. المهم تشرب معايا شاي؟ كشري سكر بره، وهات طاولة. ورا عطوة. فك بقى. فك بقى. لا مش فاكر. قول لي فاكر. خلاص يا قول فاكر. خلاص يا فواز. قول فاكر. الله. تعالى بقى. تعالى. خشب يا عسل. خشب. Thank you.
يا اخي الكتب دي ليها هيبه برضو. هيبه كده ما بفهمهاش. الكتب ليها هيبه؟ مصطلح غريب قوي، يمكن اول مره حد يقول المصطلح ده عن الكتب. مصطلح؟ لا انا ده طلع كده يعني، مش قصدي حاجه. انت مالك النهارده يا فواز؟ بتقول وبتعمل حاجات غريبه قوي. معلش يا صفوت، انا النهارده مش طبيعي. انا ما فهمتكش بصراحه. بقول لك ايه، انا مش جاي اتكلم ولا اقعد باعتباري فواز الصياد صاحب المدرسه والمصانع والكلام. انا جاي لصاحبي، محتاج اسكت معايا اكتر ما اتكلم. ايه يا ابني مالك؟ ايه الكلام الكبير ده كله؟ زمان كانوا بيقولوا لنا الكتب بتغذي الروح وتنور العقول. الكلام ده صحيح يا صفوت؟ طبعا يا فواز، ما هي القرايه هي اصل كل شيء. ده حتى ربنا خلاها اول كلمه في القران الكريم، وقالها بصيغه الامر لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايوه، اقرا باسم ربك الذي خلق. في دليل اكتر من كده؟ تقرا في الدين يا صفا؟ طبعا يا فواز، اللي ما يعرفش دينه مش هيقدر يعيش دنيته. الدين يا فواز بيعمل حاله من الاستقرار النفسي. ايوه، حاله من التوازن تخليك تقدر تعيش بيها في المجتمع الملخبط اللي احنا عايشين فيه ده. ومش معنى انك تبقى مثقف انك تبقى مش مؤمن، بالعكس، ده كل ما قريت وفهمت وعرفت اكتر كل ما هيزيد ايمانك وهتعرف قدره ربنا اكتر. سبحان الله، الواحد كان فاكر المثقفين دول يعني شمال. لا 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 يا فواز، مش كلهم. كل حاجه في الدنيا ليها وشين، في اللي كده وفي اللي كده. في مثقف، مثقف حقيقي، مثقف بجد، وفي ناس بتقرا من الكتب عناوينها بس، ما بيجيبوش منها الا العنوان، ودول اللي بنسميهم مدعين. وده على فكره مش بس في الثقافه، في الدين كمان. في مؤمنين بجد، وفي ناس بيتاجروا بالدين بكلمتين حفظوهم ولا سمعوهم في اي حته. انت مش هتقول لي انت بتسال في كل ده ليه؟ بقالي مده كده بسمع كلام كبير ومترتب شبه كلام الكتب. وفهمت يا فواز؟ انا ما اقصدش حاجه وحشه، انا قصدي ان مش كل اللي بيتقال بيتفهم، وعشان يتفهم لازم الواحد يفكر فيه كويس. ازاي يعني؟ اللي مكتوب بين السطور وما اتقالش ساعات بيبقى اهم بكتير قوي من الكلام اللي اتقال. وده عشان نعرفه يا فواز ونستوعبه لازم نوع من التدريب والوعي والادراك، وده كله ما بيتحققش الا بالقرايه. انت فاهمني يا فواز؟ فهمني ولا سرحت مني تاني؟ فواز انا عايز اقرا. ماشي يا سيدي، بسيطه قوي، مفيش اي مشكله. انا بقى رايي نبدا بالكتاب ده. اتفضل. مقدمة ابن خلدون. والكتاب نفسه بقى قد ايه؟
رافع راسي وطار رقبتي. صحيح الواد سند ابوه. يا حبيبي يا ابني، يا سندي يا سندي يا حبيبي يا سندي يا حبيبي يا حبيبي يا سندي يا حبيبي يا حبيبي. اديني كده استحميت يا حبيبي سندي. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا منعم. سلامتك من الخض يا روح منعم. بقولك ايه، عشان المزاج يعلى ويعلى ويعلى والليله تنجلي، شربي معايا. يا لهوي، خمره؟ خمره؟ خمره ايه يا حسنات؟ انا برضو بتاع الحرام ده. انا ليه في الحرام ده؟ كركديه ساعة، يعني مزاج مصري اصيل. افتكرته خمرة اهو كده. انت ريحت قلبي. يا ربنا يريح قلبك يا حبيبتي. يلا راح فين؟ الله، مش انت قعدت تظبط في نفسك؟ انا كمان بقى هروح واظبط في نفسي. لا ما انت كده متظبطة وعجباني وربنا. حبيبي. اي والله. الله، ايه وشك منور وخدودك هيبك منهم الدم. لو النبي. طب قولي بسم الله ما شاء الله ولا الله اكبر ولا حاجه؟ جالك يا حسنات ما رسيتش الملل لاصحابه والحاجات دي بتتنظر بسرعه. انت مش عارفه مصلحتك ولا ايه؟ خلاص يا اخويا، اربعه واحد يبقوا خمسه في عينيا، وعين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي. علي افضل الصلاه والسلام. يلا تعال بقى نقعد. ايه ده يا حاج؟ جدتك يا اخويا ساقعه قوي متلجه ووشك مزنهر. يبقى كركديش دخل. هم قالوا لي كده هتحس ان جدتك متلجه ووشك يزنهر مع رعشه خفيفه. هو الكركديه بيعمل كده؟ بيعمل. هو في اول طلعه ليه بيعمل الرعشه الخفيفه دي. ده بيعمل عمايه. لسه شفت يا حاج. يا اختي عليك، يا اختي عليك وعلى شقاوتك انت. يلا بقى يا حسنات اقعدي جنبي. يلا بقى قربي منه. بس انا بصراحه كده يعني بتكسف منك. تتكسفي؟ هو حد يكسف من حلال ربنا يا حسنات؟ اقول لك اطفي لك النور. ايوه اطفي النور وانا استخبى وانت تقعد تدور عليا. اه والليله تضيع على الفاضي. ما دي بقى الهلفطه اللي ملهاش لازمه اللي حطها. انت اتخطفتي قبل كده يا حسنات؟ في ايه؟ ما تركزي معايا امال. الله، خلاص خلاص خلاص، اديني قعدت وسكت خالص. اما اشوف اخرتها معاك اي حاجه. حسنات، حسنات. نعم. بقول ما تشربي كده شوية كركديه عشان ربنا يكرمك وتزنهري زي ما انا مزنهر. طب هات كده اما اشوف. خد يا حبيبتي. هات. زنهرتي؟ اه. انت متأكدة؟ ايوه زنهرت. ايه بقى يا معين يا رب. ايه ده؟ الباب بيخبط. انا مش سامع حاجه. الكلام معايا. الباب بيخبط. ركزي معايا انا مع الكركديه. اسمعي كلامي. لا 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 لا، قلبي خلاص متوغوش. افتح يا اخويا. افتح يا اخويا. خلاص بقيت فعلا اخوكي. زنهري لوحدك انت يا اختي. طيب احنا يمين على الباب. قلنا طيب. مساء الخير يا عم منعم. انت ايه اللي جاب؟ ها؟ ايه اللي جاب؟ يا عم منعم، هو احنا جينا في وقت مش مناسب ولا ايه؟ فين العروسه؟ اول عجل وسع الطريق. صباح الفل يا عم منعم. ايه مالك اتخضيت ليه؟ منور الدنيا والله. ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب الحمد لله. اهلا وسهلا يا ولادي. خير في ايه؟ عرفتي مين عدويني؟ مش وقته. لما تتكلم يا تسوقي. ما تنسى يا شعبان. جري يا اما. انا ما انت عارف البيت واللي فيه. اصل التنكيس ما نفعش يا اما، وقالوا هيجيبوا لنا لجنه. بعد بقى لما بتوع الحي جم قالوا لي احنا لازم نخلف اسبوع كده. يعني قالوا لكم اسبوع ما قالوش الليله. احنا قلنا بقى كده ناخدها من عصيرها واحده واحده كده. عم منعم نجيب حاجتنا. طبعا. امال مين هيلمنا غير بيت عمنا؟
ما تلحنها لي يا ولد، لحنها. والله يا عمي انا عارف ان انا بتقل عليك، بس يعني ما... يا ولاد ما تقولوش كده، ده البيت بيتكم. حسنات يا اختي، جوزك ده شكله مش مبسوط. وبعدين تسوق تحس انه واخد برد. لا بس علشان خاطر انا قلع. تحبوا تتحشوا؟ احنا ريقنا ناشف، عايزين نبنى ريقنا. انا ريقي حديد. لا يا عم منعم، اجيب لكم حاجه ساقعه. في كركديه ساقع، انما ايه بيزنهر في دقايق. علامتك يا مشبر. كوت تعالي يا نور، تعالي يا بنت. والله والله ما انا راجعه له تاني يابا. وتوريكم تروحين بتنكس ان شاء الله يتهدى على نفوخه. انا خلاص تعبت من الخناقه والقرف. تعالي يا بنت. اقعدي. السلام عليكم. يا كابتن، خناقه ولا تنكيس؟ لا يا حاج، دي شنطه الحاج فواز، اصله غضب وساب البيت وقرر يقعد معاك النهارده. الله الله، ده كده حلوت على الاخر. ايوه كده يا اخي، اقعد معاها شويه. يا اختي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ايوه برافو يا حبيبتي. طب لو جمعنا بقى ده مع ده هيطلع كام؟ 50 يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، برافو برافو. يا اختي انت على طول نايمه على وداني كده ومش حاسه بالدنيا. في ايه يا سميحه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ في ان الهانم اللي تحت فاكره نفسها الزوجه الوحيده الفواز بيه، والباقي سلطه. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك. يلا انهار. عملت ايه تاني يا سميحه؟ عملها اسود ومنيل بستين نيله. طماعه يا سميحه، انت كل شويه تعملي مشكله في البيت. وامبارح يا اختي كنت هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشك كده يا اختي اللي ملوش اي لازمه. والحمد لله زي ما انهار قالت، ازمه يا اختي في شغل. دلوقتي عايزه توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكره يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحه قالت. ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. يطلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكره الحاجة هيفطر النهارده عند اخته حياة. يا ساتر يا رب، شفتي عايزه تفرتني ازاي؟ يا رب يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجه لحد غيرها؟ احنا فين وانت فين؟ اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسع يا عم وسع. اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. وسعه وسع. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام على من اتبع الهدى. علي افضل الصلاه والسلام. الحمد لله على السلامه يا حاج. ازيك يا هنيه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج، كل حاجه جميله. الله، حلو قوي جمله كل حاجه جميله دي. البني ادم لما تبقى نفسه صافيه وعينه حلوه بيشوف كل حاجه جميله. الله جميل يحب الجمال يا حاج. على الله يا مدام هناء تكون العلاوه اللي صرفها لك الحاج بمناسبه عقد قرانك تكون ادت الغرض. طبعا طبعا يا حاج، كتر الف خيرك. لو في اي بوسطه ولا اي حاجه ما دخليها لي، انما بعد صلاه الظهر. مبروك. طب الله يا حاج. شكرا يا عم عبد. شكرا لله يا بيه. عارف يا شحاته انت بتفكرني بيه؟ ايه يا حاج؟ بتفكرني بالمنبه اللي جنب ودني في كل اوض نومي. اكره رنته مع ان انا اللي ظابطه. يا حاج انا محسوبك ولحم كتافي من خيرك. يا عم احنا محاسيب ربنا. ها نمره اتنين، طلبتك تاني؟ لا ما اتصلتش بعدها يا حاج. يا منجم يا مالك، حلو. والعربيه؟ وصيت عليها زي ما امرتني. حلو. والسواق؟ جاهز ومستني اشاره سعادتك. على البركة، تروح شوف بقى ورانا مواعيد ايه النهاردة. ما تأخذنيش يا حاج، هو حضرتك هتشتري العربية ال ال شحاتة ده ولا ايه؟ ده شحاتة اللي بيتكلم؟ ده شحاتة ده؟ يا شحاتة. روح يا شحاتة. حاضر. روح شوف ورانا يا ابني. حاضر يا حاج، حاضر. يا
الو، يا رب تكوني احسن النهارده. لا انا في الشركه. لا انا قاعد بطور النهارده. لا طب بصي هكلمك تاني بعدين. مع السلامه. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. قول مين وصل وهيموت عشان يشوفك. مين؟ صفات يونس. حلو. مين صفات يونس؟ يلا افتح بقك. انتش فاكره ازاي؟ صفات اللي كان معايا في الجامعة يا حاج. الله، هو بس سافر وانا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما كملتش. صفات يا حاج، معقوله مش فاكره؟ والله يا ابني انا دماغي فيها اللي مكفيها، ما بقتش تقدر تشيل اللي هي تقطر عليه. بس ربنا يديك الصحة يابا ويخليك لينا. الله يكرمك يا بنتي. والنبي تاكل بقى، سيبك منها، انت صايم، دي بتتدلع. يا ستي تتدلع براحة راحتها. ها بكرة هتصوم مش كده؟ وما تصومش من النهاردة ليه؟ تتعلم الصوم ماشي؟ حاضر يا خالو. يا حبيبة خالو. ما تقعدي بقى يا حياة، احنا ما نقعدش نقعد ناكل لوحدنا. اقعدي كلي معانا يلا. يا رب بس اللي جوه ده يفضل ساكت. ربنا يبارك لك. يا بس انا فرحان اني اشوف صفوة ده النهارده. مش عايز اقول لك ازاي يا علي، فرحه. ما بيني وبينك بقى فواز، احلى حاجه في الدنيا الصحوبيه بتاعت زمان دي. أيوة. صحوبيه لا فيها مصلحه ولا فيها طمع ولا اي حاجه. بقى عندك حق يا علي يا ابني، صاحب العمر ده ما يتعوضش ابدا. عارف ليه يا حاج؟ لانه ده الحاجه الوحيده اللي انت بتختارها بمزاجك انت. انما كل ما عدا ذلك بقى فهو مفروض عليك، حتى الجواز. نعم يا اخويا. الا اذا كان يعني مرتبط بالحب والود يعني. كده تمام. اما في ناس جبانات بشكل. طيب احسن يا حاج. عسل والله يا ابو نوح، عسل. ماشي يا علي ماشي. خلاص بقى، اخبار الشغل يا ابو نوح؟ الحمد لله ماشي. الحمد لله. مش ناوي بقى تيجي معايا؟ الموظفين اللي عندي كل اللي يهمهم في قصة الضرائب دي مرتب اخر الشهر. انما انت لو جيت معايا على الاقل هتبقى بتخاف عليا، ولا يا حاج؟ طبعا يا ابني. عايز اقول لك على حاجة يا حاج فواز. قول. كل شيء في الدنيا اسمه نصيب، وانا شخصيا راضي بنصيبي اللي قسمه لي ربنا من رزق. الحمد لله. جرأة يا فواز، جرأة يا اخويا. ما تاكل ايه انت، مكسوف ولا ايه؟ وايه اللي يعكننه بقى في اللي انا بقوله؟ ما كل واحد حر في نفسه. مش كفايه ان انا ساكت على اللي بيديهولك كل شهر بقولها حاجه بتتم بين اخ واخته؟ فواز نفسه يعمل لنا اي حاجه يا علي، وده من حبه فينا. والله العظيم عارف، عشان كده نفسي ما اطلعش قليل قدامه، نفسي ما يحسش ان انا بمد ايدي واكبش من خيره. هو انت لما تشتغل معاه تبقى بتكبش منه؟ بص يا حياه، واضح قوي ان القصه دي كل ما بنفتحها بتفتح علينا ابواب مشاكل ما بتخلص، وانا شخصيا مخنوق من المشاكل دي. عشان كده عشان خاطري سيبيني الحق اروح اصلي العشاء. يا علي انا زهقت والله العظيم، زهقت. مش عاوزه اتكلم واحنا في ايام صعبه مش باين لها ملامح. يا علي ما حدش عارف بكره فيه ايه. انا كل اللي عاوزاه ان احنا نامن نفسنا ونبقى حياه. انت عارفه كويس قوي ظروفي من اول ما عرفنا بعض، وانا ما ضحكتش عليكي. ما دام رضيتي يبقى استحملي. أنا مستحملة عشان بحبك يا علي. ما تحرمينيش يا حياة من إن أرفع راسي قدام أهلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. حرام عليك. أيوة سمع الباب انت. النهار ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يا اخويا خد مني دراعي خدل. يا حبيبتي طب ما كنت تتكلمي، انزل اخد منك الحاجة بدل ما تطلعي بيها على السلم. اخيرا يا اختي افتكرت ان ليك يا اهل وجاي تطمني عليهم. يا اختي وحشتيني. في رمضان كريم. الله اكرم. الله، هو الراجل سامع بالقربة اداك اذن تزوري اهلك ولا انت جايه من وراه؟ ما تدخلش عليا بالحامي قوي كده يا تسوقي، شويه لما القط نفسي. حبيبتي سيبك من الكلام ده، انت وحشاني. وانت كمان، انت يا واد ما بتعديش عليا ليه؟
امال فين المزغوت شعبان؟ راح فين؟ نزل من شويه. انت ايه ما جبتيش معاكي مني عامل ايه؟ معلش هجيبه معايا المره الجايه. يمكن يكون بيستحر من سته ولا من خلاله. ما احنا راضي بطه السودا. بطه ايه وزت ايه يا تسوقي؟ ده وقته كلام زي ده؟ اسم الله يا اختي. يعني اللي جه وقاله الشملول جوزك هو اللي كان يتقال؟ قال ايه ياما جوزي؟ ولا كان جاي ليه اصلا؟ مش كان جاي يعمل الواجب؟ مش كان جاي يطمن عليكو؟ اللي شايف منكو المر الوان وشارب القسا كاسات ومع ذلك عمل بالواجب وعمل باصله وجاي يطمن على اهله واهلي وانتوا نزلتوه دمه محروق. طب اسكتي اسكتي واكفي على الخبر مجهول. بقولك ايه يا نهار؟ ونبقى فارق وايه اللي انت بتقوليهم كل مره دول؟ خلاص حجزناهم. بتسمعيهم من ساعه ما اتجوزت يا هاني. من يوم ما اتجوزت يا اخويا وانا بحاول افهم فيك. ده ابن عمي وجوزي وابو عيالي ومش هسمح لحد يهينه ولا يعكر دمه. يعني ايه الكلام ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تهديد ده انا بسميه ايه؟ افهمه زي ما تفهمه يا اخويا، المهم تسمعه كويس. جرابت ما تفوقي لنفسك يا حبيبتي. انت جاي على اخواتك عشان راجل؟ الراجل ده يبقى جوزي ياما وانا مراته. مراته؟ اسم الله مراته. ده انت حاله نمره. نمره بنسته طويله عريضه يا نهار. كتر خيرك يا اخويا. يا ابن امي وابوي. على فين يا نهار؟ ولا انت مش طايقه تقعدي في بيت ابوكي؟ زي ما بتقول كده يا اخويا، ده بيت ابويا وجاي اشوف اللي فاضل لي من اهلي فيه واللي لسه فاكر اني اخته. مرايلة ما تفوق لنفسك، شيل البت من دماغك. عيب البت مهما كانت ولية ومش بإيدها أي حاجة. النبي يا أم خليك أنت بس في التراسين وتجيش دعوة بينا. خد نيل بلا هم. أمال سبتنا ليه بره وجيت قعدت في أوضتك لوحدك؟ أنت عايزاني أقول لك إيه يعني؟ أنت عارفة إخواتك مش قادرة أستحمل أنا الأسلوب بتاعهم ده، اتخنقت. يا ود أنت أقرب واحد ليا في البيت تعرف؟ مع انك الصغير بس ساعات بشوف فيك ابويا الله يرحمه وبحس انك ضهر اللي باقي لي. ربنا يخلي لك جوزك. اي ست في الدنيا مهما عاشت واتجوزت وخلفت بتفضل متعلقه في قشاية بيت ابوها، ولو اتقطعت بتحس كانها تعرض في وسط زحمه الناس والكل بينهش فيها. اوعى تقطع القشاية دي. انا هتجنن متلخبط من بيتش فاهم اي حاجه. انا بشوف منهم اللي يخليني اشيل من جوزي، وبعدين بشوف فيك اللي يخليني احطه فوق راسي. انا بقيتش عارف مين ليه حق عند مين. اوعى تكره زيهم. الكره بيعمل عين وبيقسي القلب ويخليك تيجي على اقرب الناس ليك. واديك شايف اخواتك كرهوا فواز فجم عليا وسمعوني اللي عمري ما كنت متخيل اني ممكن اسمعه حتى من ضرايري. ما هو ده اللي هيجنني. انت ازاي يعني قبل ان كل شويه يتجوز عليكي ويجيب لك دوره تقعد على قلبك كده؟ صاحبك على عيبه. وبعدين هو مين فينا خالي من العيوب؟ ايوه بس دي كرامتك. عمره ما داس لي على طرف ولا عمره مسها زي ما اخوك المعلم.